مظاهرة معارضة للحكومة الإيطالية ومناهضة للهجرة خرجت في ساحة بيازا ديل بوبولو وسط العاصمة روما بدعوة من ماتيو سالفيني زعيم حزب رابطة الشمال. المتظاهرون حملوا يافطات دعوا فيها رئيس الوزراء ماتيو رينزي للتنحي. أريد تغيير إيطاليا والسماح للاقتصاد بالانطلاق، والذي تمنعه عن ذلك بروكسل والسياسة الأوروبية المجنونة. أحزاب اليمين المتطرف من بينها حركة كازا باوند التي تعتبر فاشية شاركت في هذه المظاهرة. نحن في إيطاليا نعتقد أن الهجرة المحددة والمراقبة هي قيمة إيجابية، لكن الهجرة على طريقة ماري نوستروم هي كارثة. وفي الوقت عينه وفي ساحة أخرى من روما، ساحة بيازا فيتوريو، خرجت مظاهرة داعمة للحكومة ومناهضة لتوجهات حزب رابطة الشمال وحلفائه. دعت إليها أحزاب اليسار واليمين الوسط، ونشرت الشرطة 3000 عنصر لتفادي المواجهة بين المظاهرتين.